وتنضم إلينا حول هذه التفاصيل من غزة منى عوكل المراسلة القاهرة الإخبارية. بعد تحية منى، إذن بعد سلسلة من الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة يبدو أن هناك هدوءا حذرا في القطاع، لكن إلى الآن كيف تبدو التفاصيل؟ هل الهدوء مستمر أم أن هناك تداعيات وتصعيد آخر؟ نعم، يعني حتى اللحظة الهدوء فعلا ما زال سيد الموقف. عمليا منذ ساعات لم يعني يسقط أي صاروخ على قطاع غزة ولم يطلق أي صاروخ من قطاع غزة، بينما ما زالت طائرات الاستطلاع تحلق بشكل مكثف في سماء القطاع على مستويات منخفضة. عمليا يعني الآن هناك حالة من الترقب كبيرة، يعني يعني محاولة للتركيز على ما يخرج من قبل الإعلام الإسرائيلي وتصريحات القادة الإسرائيليين، لأنه يعني الآن الكرة في ملعب الجانب الإسرائيلي. فصائل المقاومة الفلسطينية تنتظر تهدئة في المسجد الأقصى، وبالتالي يعني هي ليست معنية بأي تصعيد. ولكن الآن في الجانب الإسرائيلي يتم استدعاء جنود الاحتياط في سلاح الجو، لا يعرف حتى اللحظة ما هي الخطة، هل سوف يعود التصعيد إلى قطاع غزة ويفتح بنيامين نتنياهو على نفسه جبهة يعني نتيجة الغضب الذي يعني يسود في حكومته، أم أنه سوف يركز الآن على محاولة تهدئة الأوضاع داخليا، وخصوصا بعد العملية الأخيرة في الأغوار صباح هذا اليوم. وبالتالي الساعات المقبلة سوف تشهد يعني أو تؤكد عن ما إذا بنيامين نتنياهو فعلا سوف يستمر في هذا التصعيد أم لا. ولكن كل المؤشرات تدل على أنه نوعية هذا التصعيد والاستهدافات التي جرت تشير إلى أنه ليس هناك يعني نية لدى الجانب الإسرائيلي بخوض معركة جديدة مع قطاع غزة. كل المؤشرات تدل على أنه بنيامين نتنياهو يحاول أن يوجه رسائل، أيضا الفصائل الفلسطينية هي وجهت رسائلها بشكل واضح بأنها لن تسكت على ما يحدث في المسجد الأقصى، وبالتالي أطلقت صواريخ. ولكن نوعية هذه الصواريخ والفصائل التي أطلقتها تشير إلى أنه هي مجرد رسائل، نعم، وليست محاولة لجر المنطقة إلى جولة جديدة من التصعيد. منى، وأنت تحدثين الآن بعد صلاة الجمعة الثالثة مباشرة خرج المصلون في المسجد الأقصى المبارك في يعني تنديد احتجاجي ضد الممارسات الإسرائيلية في القدس المحتلة أو في المسجد الأقصى المبارك. في غزة ترى كيف يكون الدعم لهؤلاء في نفس الوقت؟ نعم، يعني الدعم في قطاع غزة دائما موجود في كل الأحداث التي تجري في قطاع غزة، إن كان في يوم جمعة أو غير جمعة، لأنه غزة مساجدها كثيرة وهناك التزام كبير بالصلوات، وبالتالي الخروج بعد الصلوات إلى في مسيرات حاشدة هو أمر اعتيادي مع كل ما يجري في يعني القدس أو حتى الضفة الغربية. عمليا حتى اليوم يعني معظم مساجد قطاع غزة خرج بعد أداء المصلين صلاتهم، خرجوا في مسيرات تنديدا واستنكارا لما يحدث في المسجد الأقصى. هذا ما يجري نهارا، وهو أمر يعني عادة تدعو له الفصائل الفلسطينية ويكون هناك يعني إقبال شديد، لأنه قضية القدس بالنسبة لأهالي غزة هي قضية أساسية محورية، وبالتالي يتم التجاوب بشكل كبير. يعني كل الخلافات التي تتعلق بالشأن الداخلي تذوب تماما، ويخرج الجميع نصرة للمسجد الأقصى والمرابطين فيه أيضا. هذا في النهار وما بعد صلاة الجمعة. لكن النوع الآخر من الاحتجاج هو ما يجري في الليل، وهو توجه الشبان الفلسطينيين بالقرب من السياج الفاصل مع إسرائيل والقيام بربما ممارسات احتجاجية على ما يجري للتعبير عن موقفهم تجاه ما يجري. طيب، مع هذا الهدوء الذي يخيم على غزة، يعني الهدوء الحذر، لكن سلطات الاحتلال أصدرت تعليمات إلى سكان مستوطنات منطقة غلاف غزة طبعا بعدم اللجوء إلى الملاجئ، يعني معنى أن الهدوء يعني انتشر في هذا المكان. لكن الجيش الإسرائيلي دائما ما يعلن عن سيناريوهات قد تحدث،
هل هناك توقع لدى سكان قطاع غزة بأن هناك سيناريوهات قد تحدث كما قلت منى بأن هناك تحركات من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي في الفترة القادمة؟ نعم، يعني دعني أخالفك قليلا في موضوع أنه الإسرائيل يعني عادة ما تعلن عن سيناريوهات قد تحدث، لأنه بناء على التجربة عادة إسرائيل عندما تريد أن توجه ضربة قاسية لقطاع غزة تكون هذه الضربة في وقت غير متوقع ومفاجئة. عادة ما تبدأ باغتيال لأحد قادة الفصائل الفلسطينية. كل موجات التصعيد أو معظم موجات التصعيد التي حدثت سابقا كانت بدايتها هو توجيه ضربة واغتيال لأحد قادة فصائل المقاومة الفلسطينية. لكن في هذا التوقيت أو هذا التصعيد الأخير لم يحدث أنه تم استهداف أي من القادة الفصائل الفلسطينية، وخاصة في من غزة. يعني يبدو أن هناك تخوف من رد فعل هذه الفصائل تجاه ما يمكن أن يحدث. هذا من جهة، من جهة أخرى أنه التقديرات تشير إلى أنه فعلياً بنيامين نتنياهو ليس معني بموجة واسعة من التصعيد مع قطاع غزة. الأمر الآخر هو أنه دائماً ما تكون الضربات التي توجهها أو يوجهها الجيش الإسرائيلي تكون مفاجئة، وهي نتيجة أنه طائرات الاستطلاع تحلق في سماء القطاع لساعات طويلة وهي تبحث عن هدف. لا يمكن توقع متى من الممكن أن يرصد هذا الهدف، وبالتالي لا يمكن تحديد نقطة البدء بشكل دقيق جدا. هذا فقط في حال أنه الجانب الإسرائيلي يرغب بالذهاب نحو موجة تصعيد. لكن حتى اللحظة معظم التقديرات تشير إلى أنه فعليا حكومة نتنياهو ليست معنية بفتح جبهة مع قطاع غزة. وكما ربما أسلفت أنا، الاستهدافات التي حدثت خلال الليلة السابقة وما قبلها تشير إلى أنه هي مجرد رسائل لا تصل حد الرسائل الموجعة إلى حد كبير للفصائل الفلسطينية. وأيضا رد الفصائل الفلسطينية يعني لا يرقى أو لا يصل لدرجة أن يكون بداية لتصعيد أو موجة من التصعيد وموجة واسعة. نعم. بمعنى بالتالي هي مجرد فعل ورد فعل لما يجري، ورسائل مباشرة حول ما يجري في المسجد الأقصى والرد عليها. نعم، دائما منى يعني ما تستهدف قوات الاحتلال الإسرائيلي البنى التحتية في أي مكان، وخاصة استهداف بنى تحتية في قطاع غزة مثلا في منطقة شرق التفاح، ما يخلف دمارا كبيرا. حدثينا عن البنى التحتية التي أضيرت من قبل هذا التصعيد أو هذا القصف من قوات الاحتلال الإسرائيلي مؤخرا. نعم، يعني عمليا كما أشرت يعني هو ما جرى في حي التفاح ليل فجر اليوم هو ربما أقصى ما يمكن الحديث عنه في مجريات أحداث الليلة، لأنه الموقع الذي استهدف للفصائل الفلسطينية هو محاط بمنازل آهلة بالسكان. أحد المنازل تضرر بشكل كبير، وأكثر ما تضرر به هو غرفة نوم لأطفال بها ثلاث أسرة. من الممكن أن نرى الأسرة من الشارع لأنه ذهب الجدار بشكل كبير. ما أنقذهم فقط هو أنه العائلة كانت تجلس على مائدة السحور فجر هذا اليوم، ولكن يعني لو شاءت الأقدار وكان الأطفال نائمون لكنا الآن أمام ربما مجزرة جديدة. هذا فيما يتعلق بما جرى في حي التفاح. عمليا فيما يتعلق بتدمير البنية التحتية، يعني دعني أقول بأنه ربما هذه أحد المؤشرات التي تدل على أنه الاحتلال الإسرائيلي ليس راغبا بالذهاب تجاه موجة ربما كبيرة من التصعيد، لأنه عادة ما يتم استهداف خطوط الكهرباء، ما يتم استهداف شوارع رئيسية ومناطق من الممكن أن تدور ب مثلا يعني تتعلق ب يعني شبكات الصرف الصحي او ما الى ذلك. لكن ما جرى الليله اثر، كان يعني احدث اضرارا في عدد من المنازل المحيطه بالمواقع التابعه للفصائل الفلسطينيه، حتى انه يعني اضير مستشفى محمد الدره للاطفال ايضا، يعني نتيجه لهذا القصف الصاروخي. صحيح، وليست هذه المره الاولى. نعم، وليست هذه المره الاولى في مستشفى محمد الدره. في الكثير من الاحيان يعني هذه المنطقه على ما يبدو بانها منطقه مستهدفه، فيها مصنع للمشروبات الغازيه، فيها ايضا
مستشفى محمد الدرة، ليس المرة الأولى التي يتم استهداف هذه المنطقة، ولكن في كل مرة تكون أضرار جسيمة. ونقول بأنه يعني حمدا لله بأنه لم يكون هناك يعني إصابات في المكان، وخصوصا أنه كما نعلم مستشفيات عادة ما تكون آهلة، ولكن مستشفى محمد الدرة هو من المستشفيات التي يتم يعني أو يكون الإقبال عليها إلى حد ما ضعيف، باعتبار أن مستشفى الشفاء هو المستشفى المركزي في قطاع غزة. يعني الأضرار لحقت فعلا في الكثير من الأماكن، لكن ربما ما يجعل أهل قطاع غزة يرون بأنه الأمور ما زالت تحت السيطرة هو الحمد لله أنه لم يكن هناك خلال هذه الموجة سوى إصابة واحدة، على الرغم من أنه التقديرات تشير إلى أنه 50 طن من المواد المتفجرة ألقيت خلال الليلة الماضية على قطاع غزة، وهي كمية كبيرة، وبالتالي الخسائر البشرية قياساً بالأضرار التي تتعلق بالبنية التحتية تعتبر يعني الكفة يعني تختلف، وهذا ربما ما يخفف على أهل القطاع من قسوة المشهد الآن. طيب منى، يعني برغم هذه الرشاقات الصاروخية من قطاع غزة على المستوطنات الإسرائيلية أو على حتى قلب إسرائيل التي تعتبر أو يعتبروها مراقبون أنها الأكبر أو الأكثر شراسة منذ حوالي عامين، لكن يبدو أن الأقوى أو الأثقل لم يأتي بعد. إذن يعني ماذا في جعبة الفصائل الفلسطينية لكي ترد على الجانب الإسرائيلي لو استمر وتمادى في تصعيده؟ نعم، يعني الفصائل الفلسطينية تقول بأنها جاهزة على الدوام، تقول بأنه يعني لديها الكثير مما لم تخرجه. في كل مرة وإذا تبعنا تصريحات الفصائل الفلسطينية تحديدا حركتي حماس والجهاد الإسلامي، تشير الحركتان إلى أنه هناك ما لم يعني يتم استخدامه حتى اللحظة وما لم يتم فعله حتى اللحظة. هذه التصريحات يعني تضع عادة الجانب الإسرائيلي أمام علامات استفهام كبيرة، ما الذي من الممكن أن يكون يعني لدى حركتي حماس وفتح عفوا الجهاد الإسلامي حتى اللحظة لم يظهر؟ وربما هذه إحدى النقاط التي تجعل الحكومات الإسرائيلية تعمل حسابا قبل الخوض في أي عدوان جديد على قطاع غزة. عمليا الآن يعني الفصائل الفلسطينية كما قلت هي جاهزة، لكن ليس هناك شعور بأنه يعني الأجواء آمنة إلى حد كبير. وأيضا يعني موضوع أنه توجيه رسائل لأهالي مستوطنات غلاف غزة بالعودة إلى منازلهم وترك الملاجئ هي ليست رسالة بالضرورة تكون أن تكون مطمئنة إلى أنه الأمور عادت إلى ما كانت عليه ما قبل هذه الموجة. من الممكن أن تكون حالة من التمويه فقط كي يعني تبحث فعلا عن هدف. إذن الفصائل الفلسطينية تقول بأنها جاهزة، وما يدلل على ذلك بأنه يعني حتى اللحظة لم تدخل حركتي الجهاد الإسلامي وحماس إلى هذه في خضم هذه الجولة. ومنى أيضا منى بالإضافة إلى هذا، منى يعني إسرائيل هنا فتحت أكثر من جبهة، طبعا القدس المحتلة والمسجد الأقصى المبارك، جبهة في لبنان، جبهة مع قطاع غزة. هل تتخوف حقيقة أو على أرض الواقع إسرائيل من فتح أكثر لجبهة غزة، وبالتالي يتم التصعيد أكثر وأكثر من قبل قطاع غزة وإصابة إسرائيل في مقتل؟ نعم، يعني بالطبع يعني إسرائيل تعمل حسابا كثيرا لما يعني لما هو موجود في قطاع غزة، باعتبار أنه غزة قنبلة موقوتة، وما يؤكد على ذلك هو أنه التقديرات الأمنية الإسرائيلية دائما ما تكون رسائلها للحكومة الإسرائيلية أو تقاريرها تعبر عن ضرورة أن يسود حالة من التهدئة في قطاع غزة، وأن تعطى ما تسمى بالمنح، وأن يسمح للعمال بالذهاب للعمل في الجانب الإسرائيلي، وتقديم تسهيلات كثيرة لأهل غزة. هذا كله يشير إلى أنه إسرائيل فعلا تعمل حسابا للتصعيد في قطاع غزة،
وفتح هذه الجبهة أمر ليس سهلا، وخصوصا أنه فتح جبهة في قطاع غزة لن يغلق ولن يوقف العمليات التي تجري في الأراضي المحتلة. بالتالي ما بين العمليات التي تجري في الأراضي المحتلة، وهي عمليات في الكثير من الأحيان تكون فردية ولا يمكن السيطرة عليها، هي حالة لا يمكن السيطرة عليها، بالإضافة إلى ما يجري في المسجد الأقصى والآن عدوان على غزة، الحكومة الإسرائيلية ليست جاهزة لكل هذه للتعامل مع كل هذه السيناريوهات، على الرغم من أنه التصريحات تشير إلى عكس ذلك. يعني حتى أمس عندما كانت قد أعلنت الحكومة بعد اجتماع بنيامين نتنياهو بعد اجتماع الكابينت بأنه سوف يوجه ضربات إلى غزة وجنوب لبنان، كانت محاولة للتعبير عن أنه الرد سوف يكون قاسي جدا، وأنه الحكومة ليست يعني ضعيفة وقوة الردع عالية. ولكن بعد الاستهدافات كل المراقبين يقولون بأنه يعني حجم الرد لا يرقى لمستوى التصريحات التي كان يتحدث عنها نتنياهو، وهذا ما يعني أثار غضب الكثيرين في حكومة بنيامين نتنياهو الآن، التي هي أصلا تواجه مشكلات وأزمات داخلية. يعني لا حتى اللحظة لم يقدر أو لم يحدد بنيامين نتنياهو كيف من الممكن أن يتعامل معها. هو كان يعتقد بأنه، والجميع ربما الكثيرين كانوا يعتقدون بأنه بنيامين نتنياهو قد يكون من أكثر من سيكون في حكومات إسرائيل تطرفا، ولكن الحكومة الأخيرة التي تم تشكيلها مع فصائل اليمين المتطرف يعني قدمت ربما نموذجا قاسيا لما يمكن أن تكون عليه الحكومة الإسرائيلية، وحالة من السجال كبيرة داخل الحكومة قد تؤدي بها إلى تغيير التشكيل الوزاري خلال الفترة المقبلة إذا لم يتم التوصل إلى حلول وسط، لأنه حتى اللحظة لا يوجد حلول وسط لدى بنيامين نتنياهو. يعني هل إذن هذه الخلافات التي دبت في الائتلاف الحكومي لليمين المتطرف بقيادة نتنياهو، أو ما يسمى بالمعارضة لتصرفات نتنياهو وحكومته أيضا، بالإضافة إلى غضب المستوطنين الإسرائيليين، لأن هناك منى بعض الصواريخ وصلت إلى مناطق مأهولة في قلب هذه المستوطنات، هو الذي أدى إلى شروع إسرائيل أو قوات الاحتلال إلى هذه التهدئة؟ نعم، يعني ربما يعني دعني أقول أنه حتى الآن لا يمكن الحديث عن تهدئة، نحن ما زلنا في طور التهدئة المؤقتة، ولكن هناك أمر آخر إضافة إلى ما أشرت إليه، وهو دخول الوساطة المصرية والمحاولة إلى التوصل إلى يعني هذه الحالة من الهدوء. الفصائل الفلسطينية منذ أمس أعلنت وما زالت تتحدث، وكل الرسائل التي وفقا لمصادرنا يعني وصلت إلى الجانب المصري هي أنه الفصائل الفلسطينية غير معنية بالتصعيد. ومنذ أمس، منذ فجر أمس يعني الكرة عفوا منذ فجر اليوم الكرة كانت في ملعب أو أصبحت في ملعب الجانب الإسرائيلي. هذا أيضا له ثقل كبير، موضوع الوساطة المصرية لها ثقل كبير، إلى جانب يعني الدعوات أو يعني الرسائل التي يوجهها المستوطنين، بالإضافة إلى الرسائل التي يوجهها أعضاء الحكومة وهذا الغضب الكبير. إذن هناك مؤشرات كبيرة ويعني نقاط كثيرة على بنيامين نتنياهو أن يأخذها في الحسبان قبل أن يعني يعلن عن استمرار هذه الموجة أو توقفها. ولكن أيضا دعني أعود إلى نقطة أنه عادة في أحوال كهذه يكون أمران هما يعني الأساس في التعامل أو اتخاذ الموقف النهائي. أحد هذه الأمور هي طبعا الشأن الداخلي والوساطة المصرية وما يتعلق بالشأن السياسي عمليا، لكن الأمر الآخر هو رصد هدف مطلوب لدى الجانب الإسرائيلي. بمعنى أنه مع كل هذه التقديرات، إذا رصدت إسرائيل هدفا قائد لأحد قادة الفصائل الفلسطينية أو شخص مسؤول تابع يعني الفصائل، فعلا يعني لن تتوانى عن استهدافه، ولكن كونها لم يعني تخوض في هذه أو الجولة أو عفوا لم تصل إلى هذه النقطة، هذا يعني بأنها ربما لم تصل إلى الهدف
الذي يحتاجه. نعم. هذان الأمران هو رصد هدف وموضوع الوساطات والشق السياسي هما ما يشكلان العوامل الأبرز في اتخاذ أي قرار فيما يتعلق باستمرار التهدئة أو العودة. نعم. إلى التصعيد. أشكرك هذه التفاصيل الواضحة، كنت معنا مباشرة من غزة منى عوكل مراسلة القاهرة الإخبارية، أشكرك شكرا جزيلا.